مع بدء صلاة القيام في مسجد الدولة الكبير ومنذ الليلة الأولى من العشر الأواخر من شهر رمضان. نعم، حيث استقبل المسجد الكبير جموع المصلين بمساعدة جهات حكومية عدة في الترتيب والتنسيق والتفتيش على البوابات الرئيسية وتوفير باصات وكراسي متحركة للمصلين وكبار السن. جهود العديد من الوزارات والجهات الحكومية والخاصة تضافرت لتيسير وتنظيم صلاة القيام في ليالي العشر وتوفير كل سبل الراحة للمصلين. وعندنا طبعا احنا حاليا حدود 85 متطوع متطوعة مستلمين على اماكن المصلين، يشوفون يعني الاوضاع اذا احد محتاج اسعاف او شيء نساعده. سيارات الاسعاف والعيادات الطبية الميدانية على هبة الاستعداد لمواجهة الحالات الطارئة، وادارة المسجد وفرت كراسي متحركة لكبار السن ولذوي الاحتياجات الخاصة وباصات لنقل المصلين. المسجد الكبير يتكون تقريبا من اربع عيادات، عيادتين رئيسيات للانوث والذكور، وفي عندنا حق الفي اي بي، وفي عندنا نقطه جانبيه قسم وزاره التخطيط، وتقريبا يتكون من حوالي تقريبا سبع اسعافات وتم توزيعها، زائد كادر طبي يتكون من ست اطباء وست سسترات موزعين كذلك على العيادات كامله متكامله. متطوعو الهلال الأحمر يقومون بدور كبير في خدمة المصلين رغم الازدحام قبل الصلاة بدقائق على بوابات الدخول. تفتيش يكون الداخلية هم اللي يفتشون، احنا نوجه الناس يعني كل واحدة تروح عشان لا يصير ضغط، يعني عشان معاهم أطفال طبعا نبي سلامتهم، بس احنا هنا متواجدين عشان نقول لهم الإرشادات، بس يعني متواجدين. احنا ما شاء الله وصلنا الحين 70، وإن شاء الله إذا يبون يصير أكثر إن شاء الله. من المتوقع زيادة أعداد المصلين في ليلة 27 التي سيكون فيها التنظيم أكبر والحركة المرورية أوسع. استعدادات وزارة الداخلية والصحة والإطفاء والدفاع المدني قائمة ومستمرة على قدم وساق لخدمة المصلين لأدائهم صلاة القيام في العشر الأواخر. إبراهيم السرحان، تلفزيون دولة الكويت، المسجد الكبير.